رد أن يصدق قرارات التحذير المؤسسية المنذرة بترسيخ الاحتلال سياسة دولة الكانتونات في الضفة لصالح تنفيذ مشاريع استثمارية تحت مشجب السياحة. أظهر تقرير فلسطيني رسمي أن حكومة الاحتلال تستخدم الاستثمار وسيلة لتمرير مخططاتها الاستيطانية الرامية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة إلى سيادتها من خلال ضخ استثمارات ضخمة في المستوطنات اليهودية القائمة على أراضي الفلسطينيين في الضفة بشكل يفوق الاستثمارات في الأراضي المحتلة عام 48 و900 وألف. ووفق معطيات التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ولمقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، خصصت حكومة الاحتلال مبلغ 417 مليون شيكل 117 مليون دولار أمريكي لمصلحة تعزيز الاستيطان في منطقة البحر الميت بهدف جذب المزيد من المستوطنين وتهويد مناطق الأغوار المحتلة. خطوة قدمت بين يدي تبريرها الحكومة الصهيونية البناء الاستيطاني وتعزيزه في إطار ما سمته سعيها في مواجهة ظاهرة الجفاف التي تؤثر على حياة المستوطنين وعلى تراجع دور السياحة في المنطقة. تبرير بارد وحجة داحضة أراق عليهما ماء الافتضاح تحويل حكومة الاحتلال لصالح المشاريع الاستيطانية ميزانية بقيمة 417 مليون دولار كانت قد رصدت لأزمة انخفاض مياه البحر الميت بالتوازي مع تأثيرات سحب المياه من نهر الأردن وبحيرة طبرية في أزمة صنفتها دوائر مدنية وحقوقية كارثة بيئية بمستوى عالمي. مواطأة الاحتلال توسيع الأنشطة الاستيطانية في المغتصبات المقامة حول البحر الميت وخارج الخط الأخضر أدرجها محللون متابعون للشأن الصهيوني ضمن سياسة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة من خلال ضم المناطق المصنفة جيم المشكلة نسبة 60% من مساحة الضفة وإحراز مناطق القدس المحتلة بما فيها المغتصبات الشرقية معالي أدوميم وغيرها، ناظمين المخططات الإسرائيلية في سلك إجهاض أي حلم للسلطة الفلسطينية بدولة مستقلة ذات سيادة وترسيخ دولة الكانتونات المعزولة في الضفة بعد تقطيع أوصالها بمغتصبات تنقص من تحتها الأرض من أطرافها.